لا توقف، قول انت انا بكون اول شخص يبحث عن المهارة، لان مهارتك هي قيمتك. نكون قدوة لابنائنا والاجيال اللي تحتنا ان شاء الله. اؤمن ان ما في شيء اسمه مستحيل. انا المهندسة فاطمة خليفة العنزي، تم تكريمي في اوائل الامارات كاول مهندسة طيران اماراتية. طبعا هذا شيء انا كثير افتخر فيه، انا وابنائي اكيد واسرتي نفتخر ان كوني اول مهندسه طيران اماراتيه. تم تكريمي على اساس الرخصه الاماراتيه اللي حصلت عليها، هي رخصه من الهيئه العامه للطيران المدني كاول مهندسه طيران، بالاضافه الى برنامج التدريب اللي دخلته في كليه الامارات للتدريب. قدوتي في الحياه هم قادتنا، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هذه قادتي وقدوتي في حياتي. أتبع دائما خطواتهم ونصائحهم للشعب الإماراتي كامل، وهذا شيء أنا كثير أفتخر أنهم موجودين في حياتنا. هي المقولة دائما أنا أو اللي كثير قريبة لقلبي وأكررها لأبنائي كمان، هي كونوا الأوائل، كونوا رقم واحد، وهذه مقولة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. كان دائما يحث أبناءه ويحث شعبه أنهم يكونون في المراكز الأولى، وهذا الأمر أنا ما زلت أعمله من قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لليوم أنا أكررها لأبنائي، وهذا شيء كثير أنا أعتز فيه. يعني طموحي بأن نرفع من الأفييشن أو اسم دولة الإمارات في مجال الطيران عالميا أكثر. طبعا إحنا وصلنا لمستوى إحنا كثير فخورين فيه، وإن شاء الله يا رب نكون لأعلى المراكز، أعلى من كذا نوصل عالميا، نكون قدوة لأبنائنا والأجيال اللي تحتنا إن شاء الله.